متعب الصحاك ما بين متعب ما بين شاهين والقادم في هذه اللحظات مرزام قادم والامتار الاخير الخطير ما بين متعب ما بين شاهين ما بين مرزام يا شوط مثير متعب شاهين مرزام والامتار الاخير ما بين متعب وشاهين ومرزام الامتار الاخير الناموس حاير ما بين متعب ما بين مرزام ما بين شاهين ولكن برزام العامري عمار على هذا النوماس وعلى هذا الانتصار الجميل تهانينا والنوماس لمالكي مرزام بشعار سيد بن عميد بن محمد بن عميد العامري بينما المركز الثاني شاهين علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق المركز الثالث شعاري متعب سلطان بن محمد بن خميس البادي والمركز الرابع